سحاني المسموع السلام عليكم هسه أفضل علي الصوت خلاص نكمل السلام عليكم اليوم ان شاء الله راح نكمل المحاضره رقم خمسه السيشن الخامس بالنسبه للدرونينج تكنولوجي راح نتحدث عن فصل مهم جدا جميل ان شاء الله اللي هو يختص بالدرونينج بيت والاوبتمايزيشن مال الدرونينج بارامترز هذا الفصل يعتبر من الفصل الفصول اللي هي محددات للكوست محددات لكلف الحفر نعرف انه كلف الحفر تتوزع بين كلف متغيره وكلف ثابته الكلف المتغيرات تتغير كلما زاد زاد العمق مالت الويلز او زاد عدد ايام الويلز لكن بالنسبه للبيت البيت يعتبر الكلف مالته تتراوح بين الكلف الثابته والكلف المتغيره شلون يعني الكلف الثابته والكلف المتغيره لان سعر البيت ثابت صحيح احنا من نشتريها حنشتريها مرة واحدة لكن انه هذه نفسها البيت او الدرلين بيت اللي راح نحفر بها في بعض الاحيان تستهلك بسبب نوعية الفورميشن بسبب استخدامها السيء لهذا يحتاج نسحب ونبدلها فتصير كلفها كلف متغيرة حسب الاعماق <applause> هذه نقطة نجي نشرح على تاريخ البيت طبعا تاريخ البيت بدا بنفس الاوقات اللي بدا بها حفر الابار النفطيه اللي بدينا بها بالدرلين جروتري ريجز الدرلين جروتري ريجز اول ما بدا البيت. 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 البيت بدا على شكل بيوت خشبيه وهذه البيوت الخشبيه بدات يوم عن يوم تتطور الى ان صارت الرقات اللي جاي نشوفها بالوقت الحالي اللي هو الدرالينج روتر ريج المنتشرة حاليا ب يعني الأوقات الحالية فالبت اخترعت بنفس الأوقات اللي اخترع بها ريج لكن الدرالينج ريج اللي كان موجود سابقا يعني قلنا هو مشروع مصنوع من الخشب أيضا الأعماق اللي كان يحفرها هذا النوع من الدرالينج ريج كانت ما تتجاوز الخمسة واربعين متر يعني كانت شالو <applause> <applause> فالبت اللي يستخدموها مو مثل البت اللي موجودة حالياً والتكنولوجيا اللي موجودة حالياً أشكال جديدة للبيت وأيضاً تكنولوجيا وتوزيع كترات تختلف عن السابق كانت البت جداً بسيطة سابقاً. البت أول بت اخترع- اخترعت يسموها فش تيل بيت. الفش بيت كان بيها ثلاث كترات. موزعه ب 120 درجه يعني بين كتر وكتر 120 درجه تمام طبعا بالمقلوب هي لكن رسمتها لان دائما البيت ترسم بهذا الشكل upside ف فهذه <applause> <applause> البيت اللي كان يسموها fish tail بيت هذه الفش تيل هذه أول بيت اخترعت من أهم أو أقدم الشركات اللي كانت تصنع البيت هي شركة هيوز نعرفها شركة هيوز كانت شركة طبعا إحنا الشركات النفطية سابقا مو مثل هسه الشركات اللي موجودة صار بها كوربوريشن كانت الشركات النفطية كل وحدة لها اختصاص معين مثلا شركة هيوز صناعة البيت تمام دريلينج بيت اما شركه بيكر صو... كانت صناعه تروح للدايركشنال تولز مثلا شركه وذر كان اختصاصها فقط فيشينج شركه هاليبرتون كان اختصاصها فقط سمنتنج شركه شلمبرجر كان فقط اختصاصها واير لكن بتطور الوقت صارت كوربوريشن وبدأوا يدخلون مع شركات أخرى أو تشتري شركات أخرى عمود الصير تكبر من حجم أو ضخامة الشركة فشركة هيوز قبل لا تتحد مع شركة بيكر كانت فقط شركة خاصة بالدريلينج بيت لكن بتمر يعني تعتبر أيضا من أقدم الشركات الموجودة بالماركت أو الأويل أند غاز إندستري ماركت كان اختصاصها هو drilling بيت لكن بعدين اتحدت مع بيكر هيوز وصارت بيكر هيوز كومباني فراح نبدي ان شاء الله نشوف التوبكس مالتنا التوبكس مالتنا راح يتحدث بالبدايه عن انواع البتات ايضا راح يتحدث على اختيار البتس بعدين راح ناخذ الروكس cutting mechanism راح ناخذ factor افكتنج penetration rate راح ناخذ ال terminating اللي هي شلون البت تبدي يعني نعرفها انه انتهت او امرها البت لايف خلص ايضا راح نتحدث عن الكوست وراح نشوف شنو ال tangible ان intangible كوست وبالاخير راح ناخذ الاي اف اي اللي هو اوثوريتي الاوثرتي فور اكسبنسشر كوست استيميت هذه ايضا راح نتحدث عليها بنهاية الفصل <applause> احنا البيت بيرفورمانس او كفاءة البيت البيت بيرفورمانس او كفاءتها تتحدث بفاكترين مهمين شنو الفاكترات اللي تحدد لنا البيت اول فاكتور يحدد لنا الكفاءه مال البيت اللي هو البيت لايف اللي هو طول عمرها الفاكتور الثاني اللي حدد لي كفاءة البيت هو ال ROP سوري ال ROP أو rate of penetration زين احنا خلينا نجي مبدئيا احنا قلنا هسه كفاءة البيت تحدد بال ROP وتحدد بال RPM خلينا نعرف شنو هاي المتغيرين اللي تتحدد بهن البيت <applause> احنا هسه قلنا البيت كفاءتها اللي هي بت بيرفورمانس راح تتحدد بمتغيرين اما البيت لايف عمرها او ايش قد تحفر والمتغير الثاني اللي ينطينا البيرفورمانس مال البيت اللي هو الار أو, بي او rate of penetration بالنسبه لل of penetration راح يتحكم بها متغيرين المتغير الاول اللي هو ال weight on bit تمام والـ RPM ايضا هذه كل وحده راح ندرسها على حدة ونشوف تغيرها بالنسبه لل bit performance ايضا اختيارنا الصحيح اختيارنا الصحيح للبت مقارنه مع drilling condition راح يعتبر هو المصدر الرئيسي اللي يتلاعب لنا بالكوست طبعا السايزات اللي موجوده مال الدرلينج بت من بت تتراوح من 3.75 انش الى 28 انش هذا اللي موجود بالمحاضرات لكن على الحقيقة بعض الشركات جاية صنع بتات ثلاثة وسبعة على ثمانية إنج إلى 36 انج تمام هذا على ارض الواقع لكن بالمحاضره هو ما اعتبرها من 3.75 الى 28 انج ايضا بالنسبه ل التطور اللي حصل بالبت قلنا احنا البتات اول بتات اخترعت اللي هي الفيش تيل بيت الفيش بيت كانوا يسموها أيضا فكس كتر اللي هو الكترات الثابتة بتطور حولوا الكترات الثابتة إلى كونز ضافوا كونات تمام بمرور الزمن بال 1942 آه بدأوا يضيفون الكونز على مود تسرع من عمليات الحفر من rate of penetration وايضا تقللنا من الفراكشن وبالتالي راح تقللنا من التورك. بعدين هذا شافوا هذا الكونز اللي ضافوها اللي راح يصير بها rotary motion بها مشكله انه راح يصير بها فراكشن بين الكونز وبين الشفت وهذا الفراكشن راح يزيد الheatings وايضا راح يسوي ايروجن بالشفت بين الشفت لان اكيد كل كونز لازم يفتر على نصل وهذا النصل راح يسوي فراكشن بينه وبين الكونز فضافوا ميثودز اللي هي لوبريكانت واي ضافوا انه لوبريكانت واي نظام تزييد للكونات على مود يزيد الكونز ايضا خلال الفتره التطوير مالت البتات سووا بيتس او اخترعوا بيت اللي هو الدايموند بيت او يعني نوع من الدايموند بيت دايموند بيت الناتشرال دايموند بيت اللي هو يعتبر دايمون بيت الطبيعيه او خلينا الماس الطبيعي يعني احنا مو كل كون بي كترات ان كان كون او ان كان فيكس كتر بي كترات هذه الكترات ممكن تكون من الماس الطبيعي او من الماس الصناعي وفرز دايموند ايضا خلال العمليات الحفر اخترعوا الثيرمال ستابلايز بوليكريستالين بيرت اللي هي تي سي بي تمام اللي خاصه الثيرمال ستابلايز بيت اللي خاصه بحفر في درجات الحراره العاليه فهاي مراحل تطور البيت يعني البيت اول ما طلعت فشتة الله كونات الكونات ضافوا بعدين لابريكنت ميثود بعدين الكونات بدأوا يطعموها بالدايموند لان نعرف انه هذه الكونات او سوري نعرف انه كل معدن قوي يسوي سكراتش للمعدن اللي اضعف من عنده فاقوى المعادن هو الدايموند صحيح فالدايموند يقدر يحطمنا او يسوي سكراتشنج الى او او الى اي نوع من العناصر باعتبار انه سكراتش فاكتور مالت الدايموند هو اعلى شيء ممكن يعني حتى يسوي لنا شخوط بالحديد ممكن يسوي لنا شخوط مثلا بالتيتانيوم تمام او غيرها فيعتبر الدايموند من اصلب المعادن الموجودة في الطبيعة خلينا نجي إلى أنواع البتات المتوفرة حاليا بالأويل أند Gas Market قلنا إحنا أخذنا مراحل التطور فمن ضمن مراحل التطور قلنا نضيف كونز اللي هي تعتبر الكونزات اللي تفتر على الشفت عندنا نوعين من البتس البت تنقسم الى نوعين النوع الاول يسمونه رولر كومبت والنوع الثاني يسمونه البي دي سي او يسمونه الفيكس كاتر هذه الانواع اللي تنقسم لها الرولر البيت البيت عندنا الرولر كوم بيت وعندنا الفيكس كاتر بيت بالنسبه للرولر كوم بيت راح تنقسم الى نوعين يعني نفس هذا النوع Sorry. الرولر كومبت عندنا نوع يسمونه TCI اي وعندنا النوع يسمونه الميلد توث بيت تمام بالنسبة للرولر كومبت عرفنا هي عبارة عن كونات تفتر نحو نص معين اللي هي ثلاث كونات بالعاده ثلاث كونات طبعا اكو ديزاينات بها كونز واحد راح نشوفها ان شاء الله بالابندكس بيها اكو ديزاين بيها كونين بيها ثلاثه من الكونات فتختلف الكونات من واحد الى الثاني او من ديزاين الى الثاني خلينا نشوف فقط الكونات عمود تكون الصوره واضحه طبعا هذه هي الرولر كومبت لو نشوفها هي عباره عن كونات بالعاده ثلاث كونات طبعا هاي ثلاث كونات تفتر نحو نصل مع شفت معين فيسموها رولر كومبل بالعادة قلنا ثلاث كونات لكن أكو ديزاينات بها كونين وأكو ديزاينات بها كون واحد وأكو ديزاينات بها أربعة كونز فهذا الرولر كومبت اللي هي اعتبار اعتبار عن كونات تفتر على نصل معين أما النوع الثاني اللي هو ال سي أو الفكس كاتر فكس كاتر بيت هذا شكلها تعتبر عن كترات ثابتة مثبتة على البدي والبدي أو الكترز أو البلايد بعدين مطعم بكترات فهذا الشكل الفكس كتر والشكل اللي قبله كان هو الرولر كومبت زين هسه عرفنا الفرق بين التي سي اي واسر البي دي سي والرولر كومبت زين وشنو معنى تي آي وشنو معنى الميلت اوثبيت بالنسبة للتي سي آي هو الترايكون هذا انسرتد بيت يسمونه انسيرتت بيت تمام والملت هم راح ناخذ شنو معنى آه شنو معنى الملت بالنسبة للتي سي اي احنا قلنا الكتر تمام الكتر آه او الكونز بكترات او بثريدات اللي هو هذا لو فرضنا هو هذا الكونز بكترات من نسمع تي سي اي انه الكتر الكونز مصنوع من الستيل تمام الكتر مصنوع من الستيل و سوري آه... البلايد او الكونز مصنوع من الستيل والكتر او الثريد السن الصغير مصنوع من التنجستين كاربايد تمام فهو TCI سي اي انسرت. اما بالنسبه بالنسبه للميل توث فالكونز مصنوع من الستيل والكاتر او الفريد مصنوع من نفس معدن الكونز فيسمونه ميلت توث بيت فهذا النوعين الميلت توث بيت والانسرتد بيت راح نجي للفكس كاترز للفكس كتر عندنا تقسم الى نوعين النوع الاول اللي هو ناتشرال دايموند دايموند تمام والثاني اللي هو البي دي سي تمام الناتشرال دايموند أم هم بها النوعية التي اس بي اللي هو ثيرمال ستابلايز بيت تمام البي دي سي عرفناها اللي هي اللي هي شفناها اللي تعتبر فيكس بوليكريستالين درولينج بيت اما الناتشرال دايموند فهي نفسها البي دي سي لكن تكون مطعمه بالدايموند الطبيعي والتي سي اي راح نشوفها او التي سي بي اللي هو thermal stabilized pit او drilling pit فهذا المرا هذا السكشن ال ال خاص بتوزيع البتات يعني هسه عندنا البتات اما تكون بتات محوريه او بتات على شكل كونات اللي هي رولر كومبيت او فيكس كاتر بيت ايضا بالنسبه للبتات اذا تكون مصنعه من تنجستين كاربايت انسيرت راح تكون تي سي اي او تكون ميلتوف بيت uh, اما بالنسبه للفيكس كاتر بيت حتكون اما ناتشورال دايموند بيت او راح تكون بي دي سي بيت هسه نجي في البداية الرولر كومبت الميل توثبت بما انه الميل توثبت صناعتها جدا بسيطة الميل توثبت هي احد انواع الرولر كومبت صناعتها جدا بسيطة لان الكونات مالتها راح تكون مصنوعة من سوري التيث راح تكون مصنوعة من نفس معدن الكونات فما يحتاج يسوي لها تطعيم فراح تكون الاقتصادية مالتها جدا عالية لكن اكو مشكله اللي بقصر اللايف مالتها لان نعرف أن الستيل عمره جدا قليل فبما انه يصنعون الكترات او الثريدات من نفس معدن الكون فعمرها جدا قليل. اما بالنسبه للتنجستين كاربايد شويه يحتاج موضوع يتدخل به الانجنيرنج لان حيسوون تطعيم بالتنجستين كاربايد وايضا راح يكون الكوست مالتها شويه اعلى لكن عمرها جدا عالي. الفيكس كاتر النوعية ال PDC بالنسبة لل PDC بت ال PDC بت قلنا هي فيكس كاتر الفيكس كاتر الحلو بها عمرها طويل وأيضا من أحد ميزات الفيكس كاتر أنه تقدر تحفر ليثولوجي متنوعة مو مثل الرولر كومبت الرولر كومبت كل نوع من الرولر كومبت راح نشوفه ان شاء الله بتقدم المحاضره يتخصص بنوع من الليثولوجي او الفورميشن اما بالنسبه للبي دي بالنسبه للبي دي سي لا نفس الرولر, الرولر كومبت راح تحفر انواع متعدده من الليثولوجي. اما بالنسبه للناتشرال دايموند بيت الناتشرال دايموند بيت امرها طويل ومصممه تحفر آ... بهاي آ... فورميشن اللي الكمبريسيف سترينث مالت الفورميشن عالي ايضا مصممة تحفر بأجواء حادة يعني في درجات حرارة عالية وفي ضغوط عالية لكن المشكلة بالناتشرال دايموند انه تكون كلفها عالية وايضا مو فقط كلفها عالية احنا نعرف مثلا بالنسبة للفكس كتر اللي دي سي من نستخدمها ورا ما تستخدم راح تروح للورك شوب تصنيعها يعني نفس البدي يسووا له فالكلفه راح تكون اقل لكن بالنسبه للدايمون بيتس صعبه يسوون مينتننس على البادي مالتها فلهذا هي نفس البيت راح نستخدمها راح تستخدم استخدام واحد تمام فهذا ايضا من من احد الامور اللي خاصه بالدراينج بيت خلينا نشوف هذه الرولر كومبت طبعا الرولر كومبت عندنا ثلاث كترات ممكن الصورة غير واضحة لكن أيضا إن شاء الله راح نشرحها على السبورة هذه الرول كومبيت بها الأجزاء المتحركة الأجزاء الدوارة اللي هي الكونات بها لو نشوف هذا الشنك هذا اللي اللي من خلاله نشكله بالدريل كلر نشكل البيت بالدريل كلر طبعا هذا السن احنا نعرف عندنا عده انواع من الثريدات نقدر نراجعها بالترولنج هاند بوك او الجرين هاند بوك لكن بالعاده البيت تجي نوعيه الثريد مالتها اما ريجولار او انترنال فلاش اللي هي اي اف بالعاده اما يجي نوعيه السن مالتها اي اف او ريجولار بالنسبة للأحجام الكبيرة يعني البتات اللي يجي قطرها كبير مثلا 20 إنج 18 وربع إنج حيجي الثريد مالتهم ريجولار أما بالنسبة للبتات الأحجام صغيرة راح يجي الثريد مالتها نوعيته أي إف تمام طبعا على السن على هذا الثريد اللي احنا نشكله بالدريل بالدر بالدر كلر هذا شكل الثريد سوري صحيح هذا الثريد لو نشوف الثريد من التوب فيو حيكون بهذا الشكل بين القطر الداخلي والقطر الخارجي للشنك راح نشوف مكتوب السيريال نمبر مالت البيت البارت نمبر مالت البيت راح نشوف ايضا الصنع مالتها يعني تراد مارك مالتها يا يعني شركه مصنعاتها شركه هاليبرتون اتش دي بي اس شركه بيكر هيوز كل الشركات ايضا راح نشوف المودلز مالتها المودلز مالتها او ديسكربشن راح يكون مكتوب عليها كتبونا طبعا بهذا المكان على مود لا تبدي تزور او تصير فيك لان نشوف بالأويل ماركت دائما هوايه بتات تعتبر بتات صناعيه وما إلها تراز مارك حقيقي خاصه البتات اللي جاي تجينا مثلا من شرق اسيا ما إلها يعني التراز مارك مالتها كلها فايك جاي تجينا من مناشئ غير صحيحه فلهذا هذا الشركات الام الشركات الكبرى في تصنيع البتات يخلون تراز مارك على مود يبينون نوعيه البت مالتهم تمام ف هذا ايضا احد الامور المهمه طبعا هذه بالنسبه للبت وتفاصيل البت راح ناخذها بالتفصيل وشنو راح تعني كل وحده من عندهم هسه لو نشوف الشكل اللي موجود على اليمين تمام طبعا البت راح تصير بهذا الشكل اللي هو شكل آه اي آه اما الشكل التوضيحي بي آه يعني راسمين الشكل الحقيقي لو نشوف الشكل بي هو يعتبر ميل توث بيت الميل توث بيت انه الاسنان مصنوعة من نفس معدن الكونز اللي راح يدور وراح يسبب لنا عمليات الحفر ايضا شنو ضافوا للميل بيت شنو ضافوا الى الرولر كومبت ضافوا لها جيتينغز تمام لو نشوف هذا المجرى اللي يجري من لدر الكلر حيدخل بالبيت وبعدين حيدخل بالنوزلات هذه النوزل اللي موجود في يسار البيت للشكل اي هذا النوزل راح يحولنا للفلورايد مثل ما اخذنا بالهيدروليك سكشن راح يحول لنا من لو فيلوسيتي الى هاي فيلوسيتي فراح راح يضربنا بالفورميشن طبعا Water كورس هذا الهيدروليكية الهيدروليكية بالنسبة للدرولينج بيت عندنا نوعين هسا عرفنا التفصيل مع الدرولينج بيت هسا نجي للهيدروليك احنا قلنا كل بيت بها نوزلز صحيح والنوزل راح احد وظائفه يحول اللو فيلوسيتي اللي هي v زيرو اللي تقريبا اجنورينج الى هاي فيلوسيتي اللي هي البي ان صحيح عرفنا البي ان شلون نحسبها اللي هي تساوي لنا الفلورايد كيو على 2.448 في الدي هذه راح عرفنا طريقه حساب فلورايد سوري uh, طريقه حساب الفيلوسيتي فهذه الـ Velocity اللي خارجه من الان هذه عملية الهيدروليكية اللي موجودة بالنوزل يسموها water كورس تمام الواتر كورس حسب حسب تصميم البيت عندنا نوعين عندنا الكونفشنال وعندنا Jetting كورس تمام شنو معنى Conventional؟ البيت النازل يكون موجه على الكونات النازل يكون موجه على الكونات بحيث اول ما يطلع الجتنجز من النازل حيضرب بالكونات هذه فائدتها طبعا فائدتها تنظيف الكونز بالاضافه الى التبريد يسوي كولينجز للكون لان سبب احتكاك الكونز ويا راح يسوي هيتنج اب للكونز يضرب الفلوريت بالكونز فراح يبرده بالاضافه الى انه يعتبر تنظيف للكونز لان بالكونز راح تعلق راح تكون اكو عوالق من شيل او ستيكي فورميشن او مارلز فعلى مود يطيحها ويوقعها والكونز ليصير بيت بولز يعني ليصير محمل بالاطيان. النوعيه الثانيه اللي هي الجتنج الجتنج شنو معنى الجتنج؟ انه النازل مكان ما يضرب على الكونز راح يضرب على الفورميشن راح يضرب على الفورميشن يسوي جاتنج جاتنج فورس لو هذه الفورميشن راح نشوف النوزل راح الفورس مالته تضرب مباشرة على الفورميشن وراح يساعدنا في عمليات الحفر فهذا الجاتنج ووتر كورس نوزل تايب فهذه عندنا نوعين من النوزلات تمام <applause> بعد ادنى فت خاصيه هسه عرفنا خاصيه الواتر كورس بالنسبه للنازلات اللي خاصه بالهيدروليكيه نجي الى فت شيء احنا نسميه الاوفست انجلز الاوفست انجل طبعا لها فصل كامل بهذا الكورس وراح نتناولها بالتفصيل لكن انا راح اشرحها بصوره مختصره عم توضح الصوره من البدايه احنا عندنا ثلاث نوزلات هذا النقطة المنتصف مال الثلاث نوزلات صح سوري اتس نوت ثري نوزلز ثري كونز تمام الثري كونز المفروض موزعة ب 120 درجة وموزعة من المنتصف لكن تصميم ال ال تصميم البتات يخلي بها اوفست يعني بمكان ما تبدي البت تتوزع من المنتصف راح نشوف الكونز راح يوزع بهذا الشكل ما يتوزع من المنتصف هذا الكونز الاول طبعا ممكن مو بهذا الشيء يعني هذا الكونز الثاني وهذا الكونز الثالث فلو ردنا هذا طبعا المنتصف مالتنا راح نشوفه مبادي من المنتصف اكو فد اوفست فد زاويه اوفست اللي هي هذه تمام انه ال ال الكونز مائل عن المنتصف بدرجه هذه يسموها اوفست اوفست انجل تمام فائده الاوفست انجل انه كل ما كبرت لكن كبرها ماكسيمم اوفست انجل اتس 4 ديجري يعني مو كلش كبيره كل ما كبرت الاوفست انجل تخلي البت تحفر بنظام عدم استقراريه شنو النظام عدم استقراريه البت بمكان ما تحفر في منطقه معينه بالمنتصف حنشوف يصير بها فايبريشن الظل كانه بالاضافه الى حفرها تكون اهتزاز بحيث تساعدنا في عمليات Rate اوف بنتريشن تساعدنا في عمليات الاختراق فنشوف كل ما كبرت الاوفست ويل well الى حد معين يعني الماكسيمم 5 ديجري تمام كل ما كبرت من 1 الى 5 ديجري راح تساعدنا في الحصول على ريت اوف بنتريشن عالي لان البيت ما راح تحفر في منتصف راح يصير بها اريتيشن فراح تظل تتحرك في مكانها بالاضافه الى الار بي ام فراح يزيد الريت اوف بنتريشن او الار او بي لكن في الهارد فورميشن هذا بالسوفت فورميشن تمام بالهارد فورميشن هذه الخاصيه ما تخدمنا لان راح تحطم الاسنان فبالهارد فورميشن الاوفست انجلز دائما تكون واحد الى زيرو ديجري تمام على مد... تكون تحفر البت في المنتصف ونلغي عمليه حصولنا على الهاي ار او بي لكن على الاقل نحافظ على البت لايف مالتنا فهذه ايضا خاصيه من خواص اللي موجوده في البيت. نجي الى الاسنان او الثريدات او الكترات اللي هي هذه. طبعا الكترات موزعه برنجات متعدده جدا وراح نشوفها في الجرين بوكس انواع الكترات. الكترات موزعه من كتر طويل طويل وضعيف نحيف هذا نوعيه الكتر او الثريد او الكتر الثاني اللي يكون قصير ومدبب اما طويل ونحيف او قصير ومدبب طبعا بالنسبه لطول الكترات ايضا يتراوح من بيت الى بيت ثانيه كل ما كان الكتر طويل وقصير طويل وضع ونحيف مخصص للسوفت فورميشن تمام كل ما كان قصير ومدبب مصمم للهارد فورميشن ليش؟ لأن لو هذا الثريد انغرز اللي هو الطويل والنحيف انغرس في الفورميشن اللي هي هارد وبعدين احنا بخلال الحركه الدورانيه فرينا البيت راح ينكسر الكاترز اما هذا الكاترز اللي هو القصير ويكون سوري قصير ويكون عريض راح يتحمل الكومبرسيف سترينث مالت الفورميشن مهما كانت الكومبرسيف سترينث عاليه فراح يتحملها وراح يصير عنده امكانيه تحمل اعلى <applause> بعد الفصل اللي حددنا لنا ال احنا هذا البت صح هذا الكونز مالتها الكونز يدور على شفت هذا الشفت راح يصير اكو ميكانيكال فريكشن بين الشفت وبين الكون فخلال الفتره من الزمن هذا الاحتكاك راح يسبب لنا تاكل في نقطه المفصل اللي هي بين الشافت والكونز، فسووا ميكانيزم انه يخلون بيرنج بيرنج على مود يقلل من الاحتكاك، بالاضافه الى اللوبريكانت ميثود الى نظام التزييد. اكو طبعا بالنسبه للبيرنج اكو عده انواع نعرفها خاصه اصحاب الهندسه الميكانيكيه والميكانيكيين يعرفون عندنا البول بيرنج، الرولر بيرنج، ايضا هذا راح ناخذها بالتفصيل والجورنال بيرنج، لكن اللي همنا حاليا بهذا السلايد اكو بيرينجز يسمونه السيلف كونتنت او السيلد والانسيلد خلينا نقول شنو السيلد السيلد بيرينج انه هاي البيرنجات مغلقه بحيث انه اللوبريكانت اللي موجود في داخل البيت هو اللي راح يزيت لنا البول بيرنج او راح يزيت لنا البيرنجات هذه يسمونه سيلد تايب النظام المغلق اللي عندنا النوع الثاني الانسيال تايب تمام راح يكون البيرنجات او البول بيرنج مفتوح على المد تمام البول بيرنج مفتوح على المد فالمد هو راح يسوي لنا كولينج وراح يسوي لنا لوبريكانت للبول بيرنج، يعني مو مو اللي موجود داخل البيت اللي بجريز هو اللي حيزيت لنا لا، موجود كوميونيكيشن او تشانلز بين البول بيرنجز او الرولر بيرنجز وال الفلويد اللي موجود بداخل البيتس هو راح يسوي لنا تبريد وراح يسوي لنا لوبريكانت فاذا التبريد بواسطه المود حنسميه انسيال إذا تبريد بواسطة الجريز أو لوبريكانت وي هنسميه سيل تايب. <applause> نجي توضيح بسيط عن الميل توث الميل توث لو نشوفها بها ثلاث كونات تمام؟ الثلاث كونات هذه لو نشوف أول شيء لو رسمنا الكترات او الثريدات هذا الكتر الاول الكتر الثاني ازداد به صحيح هذه المنطقة اللي هي الوادي اللي موجودة بين الكترات هذه كل ما كبرت كل ما كبرت معناها احنا جاي نحفر هارد فورميشن كل ما زغرت معناها احنا جاي نحفر soft formation ايضا عرفنا انه بالنسبة للاسنان وطولهم بالنسبة غير هذه مناطق الوادي ومناطق الاسنان والكونات جاي نشوف بهذه الصورة ال النوزلات خلنا نوضح النوزل. هذه النوزل اللي ينطينا الجتنجز فورس هاي هناني موجود بها ثلاث نوزلات تمام نوزل واحد نوزل اثنين ونوزل ثلاثه طبعا هذا الكون الاول هذا الكون الثاني وهذا الكون الثالث هذا اه هذه ايضا تصنيف بعد بالنسبه للكاترز او الثريد بي الكريست القمة ب اللي هو الجذر تمام ايضا موضحة بهذه الصورة البت بصورة عامة البت بصورة عامة لو نشوف هذه حدود البت صحيح هاي المنطقة كلها اللي حوالين البت يسموها جيج gauge مالت البت فهذه صورة تفصيلية بسيطة عن البيت طبعا هذه هي الأخاديد هذه الأخاديد اللي موجودة بين صف وصف وهذه الأخاديد اللي موجودة بين الأسنان تمام هذه اللي شرحناها الاوفست انجل طبعا أنا رسمي كان شويه ممكن confused لو نشوف المفروض الكونات تكون سوري بادية من المنتصف لكن هي ما بدأت من المنتصف هي صار بها Shifting إلى جهة معينة على مود البيت ما تفتر في مركزية معينة تكون البيت تسوي فايبريشن خلال عمليات الروتيشن مالتها فالفرق بين المركز وبين الاوفست اللي سويته الكون نسميها الاوفست انجلز هذه الاوفست انجل قلنا ساعدنا في زياده الار او بي لكن كثرتها مع وجود الهارد فورميشن راح تدمر لنا الكترات لان الهارد فورميشن ما تتقبل انه البت يسوي فايبريشن تمام ما تتقبل البت تسوي كانوا اكسيل فورس تمام لكن بالنسبه للسوفت فورميشن كونسوليديتد فورميشن هذه الاهتزازيه اللي راح تسويها البيت خلال عمليه الحفر راح جدا تكون مفيده وراح تزيد لنا من البنتريشن او الآروبي فهذه الأفساد. طبعا كل ما قلت هي احنا متوجهين للهارد فورميشن كل ما زادت معناها هي متوجهين للسوفت فورميشن يعني اذا اختارينا بت الاوفست انجلز مالتها اربعه معناه احنا نريد نحفر بها او خمسه نريد نحفر بها سوفت فورميشن بس ما يصير نختار بت الاوفست مالتها اربعه ونروح نحفر بها هارد فورميشن تمام هسه مبدئيا خلصنا من بعض الامور اللي خاصه بالرولر كومبت طبعا راح نرجع راح ناخذ انواع البيرنجز وانواع الجورنالز انجل وغيرها كلها حناخذها لكن مبدئيا خلصنا بعض المعلومات عن الرولر كومبت، هسه خلينا نجي للفيكس كاتربت تمام؟ اللي نشوفها امامنا بالصوره اللي موجوده على اليمين اللي, اللي هي قلنا عليها الفيش تيل اللي هي ذيل السمكه، طبعا ذيل السمكه موجود حاليا ايضا. يعني موجود مع قدمه بعض الشركات جاي تستخدمه وايضا يستخدمونه لحفر العبار المائيه اللي تكون شلو depth تمام قلنا بالنسبه للفيكس كتر راح تكون مجموعه من الكترات او البليدات مثبته على البدي وتكون غير متحركه اتس نوت روتيشنز بارت او روترز بارت راح تكون فيكس بارت مثبته على البدي ايضا قلنا بالنسبه للشانكس اللي هو النصل مالتها اللي هو الثريد راح يكون على التوب مالته مثبته بعض معلومات اللي هي خاصه بالسيريال نمبر وغيرها ايضا من هذه ايضا كل بيت كل بيت بيها ديزاين فيتشرز من هذه الديزاين فيتشرز هي الـ الـ Water كورس تمام عرفنا شنو الواتر كورس بالنسبه للرولر كومبت ايضا بالنسبه للبي دي سي او للفيكس كاتربت موجود بها ووتر كورس عرفنا الكورس الواتر كورس اما الجاتنجز فورس يضرب على البليدات على مود يبردها وينطيها كلينينجز او يضرب على الفورميشن على مود يساعدنا في الريت اوف فلتريشن هذه بالنسبه للواتر كورس ايضا بالنسبه للبليدات بالنسبه للبليدز او توزيع البليدات يعني عندنا فيكس كاترز عندنا بها ثلاثه بليت عندنا بها اربعه بليت عندنا بها خمسه بلايد وعندنا سته وسبعه وهكذا ايضا بالنسبه للاسنان على الكترات طبعا هذا الكتر بما انه فيش تيل فما عليه كترات او ما عليه نعم كترات او ثريدات لكن لو اعتبرنا انه هو هذا بي دي سي فراح نشوف كترات موجودة وتوزيع الكترات على البليدات الكبير هذا هذا يسمونه بليد تمام هذا بالتصنيف مع اي اي دي سي راح نشوفه بليد اما الاسنان او الثريدات اللي موزعة على البليد يسموها كترز او قواطع فتوزيع القواطع على البليدات ايضا راح يكون هو من الفيتشرات اللي خاصه بالتصميم او الديزاين من الادفانتج اللي موجوده بالفيكس كاتربيت انه طبعا ما بيها Moving بارت فما نحتاج بيرنجز ونعرف انه البيرنجز البيرنجز اللي شرحناه البيرنجز هذا اللي قلل لنا من الاحتكاك بين الكونز والشفت راح يعتبر نقطه ضعف لان اي بيرنجز موجود الى عمر تمام الى عمر راح لنا من عمر البت لكن بما انه الفكس كتر ما بيها بيرنجز فدائما عمرها طويل وايضا بما انه البليدات مثبته على البادي بصوره صحيحه فماكو داعي احنا نخاف من الكتر ممكن ينفصل عن البادي ويوقع بالويلز اما من ناحيه الرولر كومبت عده حوادث صايره انه الكونز ينفصل من الشفت ويطيح داخل البير ايضا من الديس disadvantage لهذا النوع من انواع البتات اللي هي fix cutter إنه انه جدا غاليه يعني جدا غاليه انواعها قلنا الناتشرال دايموند التنجستين كاربايد هي يعني بي دي سي بت لكن مثبت عليها polycrystalline كريستالينز دايموندز بت اللي مثبت عليها تنجستين carbides عفوا هسه راح نجي من اهم الخواص اللي تتمتع بها الفورميشن على مود نعرف شلون البيت راح تسوي البروجرس مالت الفورميشن او تسوي بروجرس بالفورميشن خل ننظف الصوره البيت اما تسوي قشط للفورميشن كراشينج سوري it's أو oh crashing okay okay احنا عندنا الفورميشن خلنا خلينا نفرض هذا البوتوم مالت الفورميشن صحيح وهذا الشكل مالت الاسنان عفوا بس خل اطلع وايت بورد ماركرز طبعا اشتريت خير من الله ماركرات ويختفن بيوم وليلة بس حصلنا اشكال واحد هذه الفورميشن اللي احنا او البوتوم هول Hole وهذا الكتا او الثريد اكو نوعيتين من القوة راح يسلطها الثريد على الفورميشن. اما تكون قوه عموديه تمام القوه العموديه اللي هي جايه من الويتون بيت تمام يعني راح يسوي لنا تدمير للفورميشن الفورميشن راح تدمر بسبب الـ الـ السن او الكتر راح ينغرس بداخل الفورميشن بسبب انه الكومبرسيف سترينث الكومبرسيف راح تكون اقل من الويت اون المسلط عليها فراح تنكسر هذه نقطه، النقطة الثانية راح نسويها يعني الاكسل فورس هذه راح تسبب لنا بسبب بي RPM وبسبب التورك او الـ تورك torque فالبيت اما الصم اما راح يكون حفرها بسبب القوة العمودية من الويت اون راح يتجاوز الكومبرسيف سترينث ماتل الفورميشن وراح يكسر لنا الفورميشن او بانه السن راح يتوجه باتجاه اليمين فراح يقشط لنا الفورميشن بواسطة القوة الافقية فخلينا نشوف هذا النوع او هذا الفوتوغراف اللي مصورينه هذا الفوتوغراف اللي هو الشيب اللي موجود على اليسار اللي هو شيب أي موجود المراحل مالت القشط مالت الكونز مع الفورميشن لو نشوف بالبداية اللي هو رقم واحد إلى رقم أربعة السن بادي يغرس نفسه بالفورميشن تدريجيا من رقم خمسة راح نشوف كيف الكتر أو الثريد بادي يقشط الفورميشن تمام لو نشوفها هم مكبريها مكبريها للصورة فبالبداية هو انطاها ال ال بحيث غرس السن بعدين السن المغروس اعطاها اللي اكسيال فورس أنا مود يقشطها فبالنسبه للميكانيزم اللي احنا نستخدمها اما نستخدم اكسيل uh, فورس او نستخدم uh, يعني اما نستخدمها بسبب سوري سو ما شر سترينث فيلر او كومبرس سترينث فيلر فخلي نجي هسه للروك فيلرز ميكانيزم فورميشن شلون تتكسر الفورميشن شلون احنا نتغلب على الكومبرسيف سترينث اللي موجوده بالفورميشن نتغلب عليها بطريقتين قلنا اما بواسطه الكومبرسيف سترينث فيلز يعني اما الكومبرسيف سترينث اللي هي قوه التماسك العموديه اللي موجوده بين الفورميشن هذه تفشل يعني احنا عندنا فورميشن موجوده بارتيكلز بالفورميشن تمام هذه الـ Particles إذا فشلت بسبب القوة العمودية المسلطة عليها فراح نعتبرها فشلت بسبب آه أنه الـ Weight on على الـ Compressive Strength أو بواسطة الشير سترينث الشير سترينث اللي هي الـ Excel Force اللي مثلناها أفقياً أنه راح بسبب الدوران مالت الـ Bit راح أيضاً يتغلب على القوة التماسك بين الجزيئات فراح يسوي لنا شيرنج للبارتيكلز اللي موجوده بالفورميشن فلو نشوف خواص كل قوه من عندهم بالنسبه القوة الشير سترينج فيلز فشل الشير سترينج تمام انه الميكانيزم اللي موجوده بين الفورميشن صارت بها شير وقص فالروكس او particles انفصلت وتمت عمليه الحفر بواسطه الشير strength فيلز ميكانيزم انه بالبدايه الكترات او التوتس آه مالت الكونز راح ينغرس بالفورميشن تمام وبعد وبعد ما ينغرس حنسوي له drags عمود يسوي شيرنج هاي وحده النقطه الثانيه طبعا هذه هذه العمليه تصير ويا الروكس اللي بها رو كومبرسيف سترينث تمام الليثولوجي لو كومبرسيف سترينث او الانكونسوليديتد فورميشن بحيث الكاترز او السن ينغرس براحته داخل الفورميشن اما بالنسبه للفورميشنات اللي يصير بيها اه الفورميشنات اللي يصير بها الكمبرسيف مالتها عالي بحيث احنا الشيرنج سترينث فيلر ميكانيزم ما تشتغل بيها فلازم نبدي نسويها عمليه جرايندنجز يعني انه شلون يعني يدخل السن احنا هاي الفورميشن يدخل السن بداخلها تمام وبسبب تحطيمه تحطيمه للفورميشن لان هو السن اكيد السن من راح يدخل راح يحطم الفورميشن اللي حواليه تحطيمه للفورميشن او يسوي لها ديف 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 ديفورمينجز هو راح يكون عمليه الكراشينج للفورميشن ان شاء الله خلينا نشوفها اوضح بالسلايد اللي بعد هذا السلايد هذا السلايد يوضح لنا هذا الموضوع تمام احنا شنو عندنا قلنا قلنا اما الاكسيال فورس اللي هي شيرنج سترينث فيلرز ميكانيزم او كومبرسيف سترينث فيل فيلرز ميكانيزم هذا الكاترز صحيح سوري هذا الكاترز طبعا الكاترز راح بسبب الويت اوف بنتريشن راح ينغرس بداخل الفورميشن اما الحركه اللي موجوده في هذا السهم هو راح تعتبر سكرابنج اكشن يعني هي الاكشن مالت القطع او القص يعني راح يتجه الكتر بهذا الاتجاه من اليمين الى اليسار لو نشوف الكاتينجز اللي موجوده خلف الكترز او خلف الثريد هذا اللي سوى البنتريشنز راح يكون متحطم بهذا الشكل تمام راح يكون متحطم بهذا الشكل فراح يساعدنا في عملية التنظيف أما هذا الـ هذا الـ هذا الـ اللي موجود هناني راح يصير بي سكرابينج اكشن يعني هو تحطم بعدين الكتر راح يسوي له كراشنج سوري الكترز راح يسوي له سكرابينج اكشن يعني راح يطلعه من الهول فينظفه فراح تزداد العمق تمام راح يزداد العمق فأما عملية كراشينجس اللي هي تدمير للفورميشن كراشينجس أو للفورميشن أو عملية سكرابينجز فالبيت أما تحفر كراشينجز يعني تدمر الفورميشن إنه تغرسه بحيث تدمر الفورميشن أو تسوي سكرابينج اند تقشطها قشط، هذه النوعين يعني, يعني اما بواسطه الشيرز او بواسطه التغلب على الكمبرس سترينج او بواسطتهم اثنيناتهم. ايضا اكو عمليه من عمليات الحفر احنا قلنا الواتر كورس ممكن يكون كونفنشنل, ممكن يكون جتنج، اذا كان جتنج فال الجتنجز امباكت فورس راح تتوجه بواص على الفورميشن مثل ما اخذنا بالهايدروليكس راح الجتنج امباكت فورس راح تتوجه على الفورميشن فهي ايضا راح نحس سوري نحفر بواسطه الجتنج امباكت فورس فهذه ملخص على الروكس فيلز ميكانيزم راح ناخذ ان شاء الله راح ناخذ راست بس بصراحه احب اعطيكم أن خبر اني اليوم عندي التزام فراح اروح اكمل التزامي اليوم وارجع الساعه بالعشره ان شاء الله فان شاء الله بالعشره راح تكونوني اكون موجود ونكمل المحاضره فنشوفكم الساعه بالعشره مع السلامه.